يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك جماعة في بلدنا فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، ودائما يذكرون من كراماتهم الشيء الكثير، ولا ندري عن صدقهم من كذبهم، ودائما يركزون على الذكر والأذكار، فقد انتشروا في بلدنا وفتنوا الناس بدعوتهم، فهل هؤلاء ينطبق عليهم كلام شيخ الإسلام الأخير عن القوم الذين فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، وأن الشياطين تلعب بهم؟ إذا ظهر عليهم شيء من الأحوال الشيطانية نعم، أما إذا لم يظهر عليهم شيء فأنتم بينوا لهم ودرسوهم وعلموهم وانصحوهم، لعل الله يزيل هذا الجهل الذي عندهم. نعم.